عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصاب زكاة البقر 30 بقرة، إذا بلغت 30 بقرة فيها تبيع. فأنت الآن اللي عندك، أنت الآن من عندك 22، إذا من 1 لـ29 لا شيء فيها، من 30 لـ39 فيها تبيع أو تبيعة، من 40 لـ59 فيها مسنة، من 60 لـ69 فيها تبيعان أو تبيعتان، من 70 لـ79 فيها تبيع ومسنة، من 80 لـ89 فيها مسنتان، من 90 لـ99 فيها 3 أتبعة، من 100 إلى 109 فيها تبيعان ومسنة، من 110 إلى 119 فيها مسنتان وتبيعة، من 120 إلى 129 فيها 4 أتبعة أو 3 مسنات، وهكذا في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وفي كل 40 مسنة. طيب نأتي الآن نقول ما هو التبيع، عشان الآن نعرف الآن إيش هو التبيع وإيش هو المسنة، يعني ما هو التبيع الآن في زكاة، في زكاة البقر، حتى نوضح هذه الألفاظ الشرعية. التبيع اللي هو اللي عنده، اللي له سنة، الذي له سنة يسمى تبيع، جذع أو جذعة، الجذع أو الجذعة، هذه يسمى إيش؟ يسمى تبيع. طبعا من البقر ما له سنة، هذه يسمى إيش؟ يسمى التبيع. والمسنة ما لها سنتان من البقر، عرفنا الآن معنى التبيع، التبيع اللي هو الجذع والجذع من البقر اللي لها سنة، والمسنة ما بلغت ما بلغت سنتين من البقر. صلى الله عليه وسلم.